اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة الدكتور أناتولي توركينوف رئيس معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وذلك خلال الاجتماع وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية.